القطر الثالث فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين 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 ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر الله أكبر. فبهذه الأمور يعني أسأل الله عز وجل أن يحقق يعني لهفة كل من أراد الذرية يا رب العالمين. وهذه الوقفة لأن الحقيقة يعني الموضوع بصددها. وشوف لاحظ امرأة عمران زكريا الآن وش جاءتها البشارة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فهنا ولفتتك يا شيخ جميلة جدا لأنه في ناس كثير أو بعض الناس يعني لم يرزقوا الذرية لم يرزقوا الأولاد وهم يتمنون حال أي يعني زوجة أو زوج يتمنون الأولاد أحيانا ربما سمعنا قصص الشيخ في ناس يروحون أحيانا إلى مشعوذين إلى وإلى 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 علشان يعني يتعالجون في دول خارجية مسلمين لكن صحيح. أحيانا يلجؤون لمثل هالأمور. لكن مثل الآن القصة ومثل الآن لفت الجميلة ذكرتها كفالة اليتيم الدعاء الانكسار بيد رب العالمين سبحانه وتعالى بعد التبرؤ من حول الأطباء. أحيانا بعض الناس يعتمد على الطبيب ويدفعون بمئات الآلاف ربما عشان يبغى الولد. يا أخي عنده هو لا مانع ترى من سبب هو سبب يعني في الأسباب لا يتعارض يعني أن الواحد يفعل السبب. لكن أنا أقول لا يكون قلبك منصرف ومعتمد على الطبيب صحيح. اعتمد على رب الطبيب سبحانه وتعالى. رب الطبيب هو من سيرسل بإذن الله العلاج والدواء وقد يكون الطبيب سبب بقوة الله وحوله سبحانه وتعالى صحيح. الشاهد نتجه الآن إلى زكريا زكريا ومعه مريم ورأى مريم استجابة الدعاء فاستجاب رب العالمين الدعاء ورزقه يحيى ما بعد ذلك نعم. بس حدث حادثة بعد ذلك لما جاءته البشارة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هنا قال ربي يعني تعجب الرجل قال ربي يعني أنى يكون لي ولد غلام عفوا الآية قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. بدأ يتذكر الصعوبات السابقة شلون تعجب الرجل كبير سنه. شوف لحظة هو يوم دعا الله سبحانه وتعالى كان محلق في ملكوت الله كان طامعا في عطاء رب العزة والجلال. فلما أعطاه تعجب كان هو أول المتعجبين حتى يقول بعض المفسرين على قول آخر يقول عندما دعا الله سبحانه وتعالى دعاء خفية حتى ما يسمع أحد وهو يدعو الله سبحانه وتعالى فيشرهون عليه فيتهم بالرعونة. سبحان الله العظيم يعني هو نفسه وقت الدعاء كان دعاء خفية نسى جميع العقبات نسى جميع الصعوبات نسى جميع الأشياء العقلية نساها. لا إله إلا الله. فلما استجاب الله دعاءه غرق في عجبه سبحان القادر قال يعني استغرب فرد عليه الملك قال ذلك على الله هين يعني لا تعجب الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لا إله إلا الله. قادر على كل شيء. لا إله إلا الله. فهنا لم يطمئن يعني ما زال الرجل فرحان ويبي علامة على أن زوجته حامل. أيوة. فقال يعني أنا بجيبها بالسياق القرآني قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أكبر. خلق الخلق من 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 غير آدم عليه السلام من غير يعني أب ولا أم. صحيح. من غير ذكر ولا أنثى. صحيح. وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلقنا جميعا من أم من ذكر وأنثى. صحيح. وهنا أيضا يعني نقطة يعني سنأتي بها في المستقبل. نعم. الشاهد فهنا زكريا تعجب أمام هذا الأمر وعجب شديد جدا شلون يرزق به بهذه الذرية. نعم. وفي هذه الصعوبات. طيب. فالشاهد الله يحفظك قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فهنا يبي دليل على أن زوجته فعلا حملت. ايه. فقال سوف يوم من الأيام ستخرج إلى الناس لتتكلم فلا تستطيع من غير مرض ولا علة.
لسانه ينعقد عن محادثة الناس ولا ينطق لسانه إلا بالذكر وتسبيح الله سبحانه وتعالى فقط. هذه هي العلامة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم، أن سبحوا بكرة وعشية. لا إله زكريا يعني انعقد لسانه فعلم أن هذه علامة ودلالة أن زوجته حبلى الآن وأنها حامل، فأطمأنت نفسه كما فعل إبراهيم عليه السلام يوم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان دائما يحتاج إلى، والله سبحانه وتعالى يعذره، لأن الإنسان يعني عقله أقل من أن يدرك بعض الأشياء اللي تصير حوله. فهنا أيضا ننتقل للحديث، السياق القرآني ينتقل من قصة زكريا إلى ما بعد زكريا وهو يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا، أتيناه الحكم يعني العلم والحكمة، وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، أي من الله سبحانه وتعالى، وحنان يعني رحمة من الله، وحنانا من لدنا، وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا عصيا، أي لم يكن يعني قرن هنا بين العبادة، يعني أنه طائع لله سبحانه وتعالى أيضا وببره بوالديه. نعم. فسبحان الله العظيم في مواطن عدة في القرآن الله سبحانه وتعالى يقرن بين إيش؟ بين عبادته وطاعة الوالدين. سبحان الله. طيب وش جزاءه لما أصبح طائعا لله وبرا بوالديه؟ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله سبحانه وتعالى كافأه بالسلامة والأمان في ثلاث مراحل، هي أخطر مراحل على الإنسان، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أمنه الله سبحانه وتعالى نظير بره وطاعته لربه، بره بوالديه وطاعته لربه. وهذه لفتة عظيمة على أهمية بر الوالدين. يا أخي شوف حرقة الأب على ولده، فألا يستحق هذا الأب اللي انحرق ودعا وتمنى وإلى آخره أن يجد الإكرام والتقدير والحفاوة والبر والإحسان من ولده عندما يكبر؟ بلى والله، بلى والله يستحق، أكيد يستحق. إذن انتهينا الآن من زكريا عليه السلام. زكريا الآن نبغى روح المريم إيش حصل لها؟ هي الآن عند زكريا وكفلها زكريا وحصل ما حصل مع زكريا ودعا ربه فأتاه يحيى. الآن نعود بالذهن والذاكرة إلى مريم وحال مريم وأم مريم. اسم أم مريم يا شيخ هل قال المفسرون اسم لها؟ والله ذكر ابن كثير أن اسمها حنة. حنة. اي نعم. طيب الآن نعود إلى مريم وأم مريم. أيضا السياق القرآني يأتي بهذا الطريق. حلو. الله سبحانه وتعالى قال واذكر في الكتاب مريم. جميل. ذكر في البداية زكريا والآن يقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يعني خرجت من بيت المقدس إلى مكان من الجهة الشرقية من بيت المقدس. نعم. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. قيل أنها ذهبت لحاجتها في الخلاء. فاتخذت من دونهم حجابا هنا في أثناء خلوتها، فأرسل الله سبحانه وتعالى لها جبريل عليه السلام. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون حجاب فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، رأته على أنه رجل مقبل عليها فخافت على نفسها. خافت إيه، وهي في عزلة والناس ما يدرون عنها، بعيد عن الناس، يعني حتى المعونة والإغاثة قد ما تحصل يعني، وقد لا يسمعونها. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذا كنت تخاف الله سبحانه وتعالى وتتقي. إن كنت تقيا. فقال اطمئني. يقال طبعا على قول آخر يقول لما قالت اتق الله يقول إنه طار من هيبة الله سبحانه وتعالى ورجع على هيئته الأصلية بستمائة جناح. هذا على قول، وقيل أنها يعني انتفض وقال بل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. وهنا بدأت الحوار بينه بين جبريل عليه السلام وهو على صورته صورة رجل، وبين مريم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر،
يعني زوج، ما في زوج يعني إيه ما في زوج، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية ولم أكن زانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي أن هذا الأمر سهل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا لحكمة أخرى، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، الأمر هذا منتهين منتهين لا إله إلا الله. فسبحان الله العظيم. ف يعني يجب أن نقف عند هذه الآية عندما قالت يعني لما نفخ جبريل عليه السلام في درعها في ثوبها، فوصلت تلك النفخة إلى رحمها فحملت. سبحان الله سبحان الله العظيم. فلما حملت به الآن أصبحت قدامها مشاريع كثيرة، وأخذت هم عظيم، وكيف تقابل الناس وستتهم وإلى آخره. يعني الموضوع كبير. أنا ترى الآن بدأت أعجل، أنا محتاج إن بالعكس خذ راحتك يا شيخ. أسلم. كم باقي من الوقت؟ باقي يا طويل العمر تقريبا 8 دقائق. أجل يبينا الشاهد أنا ما شبعنا منك يا شيخ. الله يسعدك الله الله يسعدك دنيا وآخرة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، بعدت عن الناس عشان ما يتكلمون الناس، يعني ما يتهمونها بأنها أنها أشياء ونظراتهم وغمزاتهم ولمزاتهم وأشياء كثيرة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فهناك فأجاءها المخاض، يعني ألجأها واضطرها المخاض إلى جذع النخلة. وهنا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اجتمعت عليها عدة أمور، ألم الطلق، وهموم اللي فيها، الحياء من الناس، كيف تقابل الناس وهي ها كيف تقابل الناس وكيف تقابل الناس وهم، يعني أشياء كثيرة اجتمعت عليها. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتني لم أخلق. فهنا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني. في قراءة أخرى من تحتها، يعني الذي تحتها، وقيل أن الذي تحدث من تحت أنه جبريل عليه السلام، وقيل أنه عيسى هو الذي تكلم. سبحان الله. ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، أي جدول الماء، وقيل النهر، وقيل أن السرية هو عيسى عليه السلام، لأن سري القوم يعني العظيم فيهم، لكن نحن نأخذ على ظاهر أنه الجدول، وهو هذه على لغة أهل الحجاز على أنه جدول الماء. طيب. قد جعل تحت لو كلي واشربي وقري، نعم قبل هذا قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. سبحان الله العظيم. أنا لو سألتك أخوي ناصر عن جذع النخلة، جذع النخلة يعني شيء عظيم، يعني لا يهز، صح ولا لا؟ صح. يعني لو قلت جبت لي كثيرين ثلاثة وقلتوا هزوا جذع النخلة ما حد هزها، يعني قوية وثابتة وراسخة، فما بالك واحدة تطلق. واحدة قد ولدت أو ستلد أو قاربت على الولادة. فهل فعلا تستطيع؟ لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبنا أن نفعل الأسباب في كل شيء. لا إله إلا الله. ترى ما في شيء يجي كذا. الله سبحانه وتعالى ربانا بفعل الأسباب. لذلك السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. من أراد الرزق يفعل، من أراد أي حاجة من حاجاتي، وسواء مقاصد دنيوية أو أخروية، يجب أن يعمل، يجب أن يبذل السبب للوصول إليه. وهزي إليك بجذع النخلة، وهي في طلقها أو في ولادتها أو بعد ولادتها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل على طول. صح. حتى موسى لما أراد أن يشق البحر ما فتح على طول، أمرها أن يضرب به أن يضرب بعصا. نعم. فهنا الأسباب، هنا فعل الأسباب، هنا تصير. يا سلام. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني ما راح أكلم أحد، ما راح أكلم أحد. الله أخبرها وأفادها أن تتخذ هذا الإجراء حتى تتغلب على هذا الحياة وهذا مقابلة الجمهور ومقابلة قومها والناس. نعم. قال اترك الموضوع على رب العزة والجلال، لا تحسد عليه، لا تحسد عليه.
لكن الله سبحانه وتعالى يقول إني نذرت للرحمن صوما. والصيام في شريعتهم والإمساك عن الطعام والشراب وعن الكلام حتى. وقيل على قول أحد المفسرين أنه الصوم أي سكوتا عن الكلام. الشاهد فأتت به قومها تحمله.